اهلا وسهلا ومرحبا فيكم في برنامجكم وش صاير معاكم عبد المحسن اللافي. قبل ما نبدا خلوني ارحب بضيوفي. مساء الخير رشاء. مساء الورد عبد المحسن. هلا بالازرق. يا اهلا. مساء الخيرات جود العنزي. اهلا وسهلا يا مرحبا. هلا بالبنفسجي. يا هلا يا هلا. ما تحسون اليوم تلي تبيز بنفسجي احمر ازرق؟ ايش في؟ والله الاحمر ماخذ حتى مكانه. شكرا على الالوان. فتيات القوه. ايش في؟ فتيات القوه كان في اخضر. الوان الصيف معليش الوان الصيف. الوان الصيف حلو. طيب نبدا اخبارنا. نبدا اخبارنا. نبدا حلقتنا. نبدا على طول. من ضمن أخبارنا الليلة، في عمل شجاع وبطولي، المواطن عايض دغش الأكلبي ينقذ حياة 4 أشخاص في اللحظات الأخيرة قبل أن تجرفهم السيول بوادي جعبة غرب بيشة. طيب أحد يشرح لنا إيش اللي صاير؟ إيش السالفة؟ طيب هذا المقطع انتشر لمواطن سعودي أنقذ 4 مواطنين من سيارتهم قبل أن تجرفهم، حيث قامت أصلاً جرفتهم السيول وهو قام بإنقاذهم هذول الأربعة. كيف قدر؟ كيف قدر ينقذهم؟ جاهم بجرافة خاصة فيه ومساعدة الدفاع المدني. أوه الجرافة هذه حقته؟ الجرافة حقته. هو يقول بطل. أنا سمعت خبر، جاني خبر أنه في ناس محتجزين في سيول قوية، قال ما عندي ما بإمكاني لأني أقوم أساعدهم. وفعلاً راحوا بمساعدة الدفاع المدني وطلعوهم الحمد لله، يعني قدروا ما شاء الله عليه. يعني اتوقع هذا مثال لشبابنا عبد المحسن السعودي. احنا شفنا اصلا الفتره راحت كيف كان في سيول وامطار قويه، فهذه كانت واحده من هذه السيول. يعني ما شاء الله عليه قدر انه هو يشيلهم كلهم الاربعه وكلهم بخير. ما عاد استنى الطوارئ، صرحت مع الجرافه، جيب الجرافه وانقذ. وكشفت صرحت صحيفه عكاظ السعوديه فان هذا المواطن عايض الاكلبي هو اللي انقذهم، وكانت اساسا حياتهم معرضه للخطر وطلعهم كلهم هذول الاربعه. وبرضه صرح الاكلبي ان هذا واجب ديني ووطني وانساني، وان هذا صار، هذا الشيء صار بعد فضل الله وتوفيق يعني رب العالمين. وبس والله الناس كلها يعني هذا الشيء اللي صار اخذ اصداء واسعه، وكل اللي صار يشكرون الاكلبي ويشكرون الدفاع المدني ويطالبون بانهم يكرمون الاكلبي. يستحق يستحق للامانه. في وش صاير الليله، فيديو لشاب تنكر في زي نسائي في وسيله نقل يثير الجدل، والامن السعودي يعلن تم القبض. كيف الفيديو مره كان يضحك صراحه. هذا فيديو انتشر لشخص متنكر بزي نسائي لابس باروكه مره سيئه كانت، وقعد في وسيله نقل عام، فالناس اصلا تداول الفيديو انه لحظه وهي في جامعه الاميره نوره، انه هذا ايش جابه اصلا في جامعه الاميره نوره. يعني هو الناس من عندها بررت انه او رايح يمتحن لمدري مين، حطوا من عندهم قصص بس راح يمتحن بدال طالبه. هم الناس الجامعة حطوا هذه القصص، وزاره الداخليه اعلنت هو لو شاطر ولو هو فالح ما تنكر بهالتنكر، كان لبس باروكه عدله الله وكيلك، باروكه اعدل من كذا. بس وزاره الداخليه عبد المحسن اعلنت له فعلا الجهات الامنيه في الرياض قبضوا عليه، وخلاص هو يعني راح يواجه الاشياء الامنيه. بس انه الفيديو كيف انه الناس كانت مصدومه من يعني من قوه عينه ما شاء الله. ما يلامون يعني جامعه الاميره نوره كيف قدروا يسيدونه ولا كان واضح؟ الفيديو اللي صوروه الناس كان مره مبين، كان واضح يعني تشوف اليدين ولا تشوف الكمامه واللحيه طالعه وطريقه الباروكه. ايش العقوبه اللي هو ممكن ياخذها اليوم؟ ما اعرف والله. هو وزارة الداخلية ما صرحت ايش هي العقوبات، بس قال انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذا الشخص والشيء اللي سواه. هذه كانت اخبارنا الليلة، لا تروحون بعيد، راجعين بعد الفاصل. بعد قليل السرقة صارت محتوى. وش موقف الأكشن الخطير اللي تعرضوا له سلطان المرشد ومتعب العريفي في لندن؟ كيف كانت ردة فعلهم؟ وش تصرفوا بهالموقف المرعب؟ كيف كانت أصداء المقاطع اللي نشروها وهم يحكون اللي صار لهم؟ هذا كله راح نعرفه في فقرتنا انتبه لك في لندن. من البوستات اللي انتشرت بشكل واسع ونشرتها عدة حسابات بمنصة إكس، ووصل بواحد منها لأكثر
من 2.4 مليون مشاهدة. هو هالمقطع للفنان سلطان المرشد والإنفلونسر متعب العريفي عن موقف مرعب جداً وخطير تعرضوا له خلال سفرهم إلى عاصمة الضباب لندن. خلونا نبدأ نشوفه. طبعاً كل الأسئلة كيف انسرقتوا في لندن؟ السالفة وما فيها أنه في أول يوم وصلنا أقسم بالله أول يوم، يعني أنا أول مرة تتعرض للموقف هذا. هي السرقات بصراحة صارت من أكثر الظواهر المزعجة المنتشرة بعدة عواصم أوروبية وتحديداً لندن، بس مدري ليه أحسكم مستنسين وانتوا تحكون، شكل الحرامي كان دمه خفيف ولا شيء. المهم اسلموا وما فيها. وصلنا من المطار، رحنا للسكن، قالوا لنا غرفتكم يحتاج لها 3 ساعات عشان تجهز. فزي أي إنسان طبيعي رايحين إيش؟ قهوة لما نبدأ نسوي الشكل نرجع. وفعلا حطينا شنطنا رحنا نبغى نتقهوى. مالكم حق، ليه ما عزمتوني اتقهوى معاكم يا شباب؟ لما حطينا اغراضنا ومشينا جاء شخص يلاحقنا من زمان يا جماعة، خصوصا يكلم سلطان. مو طبيعي اقول انه انا ما ادخن، يقول لي ابغى ادخن. يا اخي كان دبرت له سيجاره باي طريقه وفكيت عمرك، طالما يلاحقكم من زمان والسالفه كلها يبي دخان. قلت له تروش، قلت له، قلت انا يا الانسان ما لي خلق المشاكل، قلت له انا بروح مكتب بقاله، انا بنفسي بشتري دخان بس خلاص وخر. سلطان ما له بالمشاكل ابدا. اي والله خير ما تسوون وانا اخوكم، الله يبعدنا عن المشاكل ويبعدها عنا. بس فجاه اكتشفنا انه قاعد يحاول يحدنا ويودينا مكان احنا ما نبغاه، لكن رحنا عشان نبعد عنه. ما شاء الله، يعني انتم ما تبغون تروحون لهالمكان وهو يحدكم، لكن رحتوا نفس المكان بالضبط علشان تبعدون. شلون؟ لما وصلنا هناك اكتشفنا انه 3 قدامنا وهو ورانا. الله، 3 غير اللي كان يلاحقكم، يعني صاروا 4. وفرحان قوي. لا والله العظيم اول ما شفت موقف زي كذا طلعت جوالي، طلعت كل الاغراض. انا فسخت ساعتي، اغلى ما علينا ارواحنا الصدق، فسلمنا كل الاشياء اللي معنا. أيوة والله، والله يعوضنا يا رب. والله العظيم اكثر شيء مضايقني انه ساعتي اعشقها احبها، ما صخها من يدي، قيمتها 13,000، فكيتها وسلمتها له. يا سلام، ما في اي نوع من انواع المقاومه، يعني على الاقل حاولوا ولو تمثيل يا اخي. ما تعبتوا الحرامي ابدا، الله يعطيكم العافيه، بس للامانه اكيد ارواحكم اهم شيء، والحمد لله على سلامتكم يا شباب. يعني الساعه اللي اخذها قيمتها غاليه، ما عندي مشكله. طب لما اخذ الساعه ضربني مع وجهي ليش؟ انا هذا الشيء اللي قهرني. بس وين وجهك؟ وين الضربه؟ الحمد لله. وانتبهوا. مو بلندن بس، سلامه النفس يا جماعه والباقي مو بلندن. هو بعيدا عن انه ما في شيء مبين، بس والله السالفه طلعت فعلا خطيره، يعني فيها سرقه وضرب. يلا اهم شيء الله سلمكم ومعوضين بالساعات. ما اشوف العافيه جتك صدري. اوه لا والله، بهالمقطع واضحه الضربه كانت فعلا قويه. ما تشوف شر يا سلطان. وما نبيكم تزعلون يا اخي، خليكم مبتسمين عادي تتخطون. انت ظهلك لا حد غيري ذلك، خض نفسك في وسط قلبي وخلك، أدري إنهم شايفينك من عيوني. حبيت الفيديو كليب الجديد فعلا، هذه أهم نصيحة لكل اللي يسافرون، انتبه لك، انتبهوا لكم كلكم يا جماعة. وهنا السؤال الصعب لجود ورشاء، من زمان ومنتشرة قصص السرقة في العواصم الأوروبية، بس اشمعنا في الفترة الأخيرة منتشرة أكثر وتحديدا لندن، بالذات لندن نسمع قصصها كثير، ليش؟ يمكن لأن اللي يروحون لندن كلهم في طبقة الثراء والأغنياء، فناس لما بتسرق شيء فايدة. تسرق شيء يسوى. شيء يسوى. طيب وجهة نظر. هي صراحة فعلًا عبد المحسن، يعني كنا نشوف الناس اللي تروح لندن كمية الماركات اللي اليد كلها ماركات، اللبس كله ماركات. ما أدري ليش الناس خذت فكرة إنه أنت لما تروح لندن لازم تقضي ماركات. يعني عادي تقضي. لازم تلبس من وين براندات. فأوفكورس أي حد بيجي يسرق بيشوف ما شاء الله كل اللي جايين ماركات،
اكيد بسرق. طب هذا الشيء ما يخوفك تروحين لندن؟ لا انا بروح اشتري من اي مكان بالدنيا قريب، ما له داعي ادفع ماركه كامله عشان اروح بنهايه مشى بلندن. تروحين لندن بس ما بتلبسين هذه الاشياء؟ يعني ما احس ما تسوى اصلا الواحد ليه يسافر، او يمكن انا اللي اسافر عشان لا احط ميك اب وعشان لا اكشخ مره وانا مسافر. عشان اغير عشان جو ما تحطين ميك اب ولا اسوي شعري كل سفره صراحه. انا لما انا رحت لندن سافرت وقتها دخلت مول واشتريت شنطه تقريبا ب 12000 حلو. فانا طالعه قالوا لي معك احد، نفسهم البراند كان الفي، قالوا لي انت طالعه معك احد؟ قلت لهم لا معليش برادة. قلت لهم ما معي احد. قال لازم يروحون معك احد لان ترى السرقات كثيره. هم نفسهم تكلموا بالضبط انه ينتظروني برا عند الباب، بس ما صار معي ذا الشيء يعني. بالعكس رحت الاوتيل ونزلت اغراض طيب. الحمد لله. خلونا نرجع للشباب، كيف شفتوا فرحتهم وهم يروون القصه سرقه الاغراض حقتهم؟ لو سرقوا بصيح هم يضحكون ليه ما ادري. يعني هم استانسوا بالاكشن مثلا اللي صار لهم؟ خلاص يمكن صارت يعني شو بيسوون. صار لا هو على الاغلب اصلا كلنا لما يصير لنا موقف عبد المحسن يخوف بلحظتها نكون لا مخروعين بلحظتها. لما اجي احكي بحكي بضحك يعني اوكي بضحك على طبيعي يكونوا مبسوطين لانهم طلعوا بسلام انه ما صار لهم شيء وان هم يستذكرون اللي صار باقل الخسائر. اي بس لو تعرضتوا لا قدر الله لموقف مشابه ايش بتسوون؟ ما راح تدافعون عن نفسكم ابدا؟ لا اكيد بدافع عن نفسي، بس انا ما ودي اتخيل، ما ودي اصلا اتخيل لانه يعني غير انه انا يمكن جيني هذا الصدمه حقت الخوف اللي خذ اللي تبي بس كني والله انا بعطيه وضعيه تركض اخوي عامر اركض بعطيه وضعيه تركض اخوي عامر اركض واخذ اغراضي خير ان شاء الله. تتوقعين انك سريعه؟ انا سريعه بس عاد ما ادري كيف مع الخرعه يعني. بتجي السرعه اصلا. انت بتقولين اهم شيء سلامتي، خذ احس من الصدمه بوقف اللي خلاص بس انه ما يجيني انا شيء. طيب ايش رايكم بالفيديو كليبات اللي صوروها على موضوع السرقه والضربه اللي خذوها محتوى يعني اكيد غير السفره اوريدي محتوى كمان حاخذ محتوى الموقف خلاص. اللي صار لي اللي صار. خلونا ننتقل الان الى فقره اخذ ورد. مثل هالوقت من كل سنه يبدا العد التنازلي لموسم الحج اللي تقوم عليه بلادنا الحبيبة وتستقبل المشاعر المقدسة فيه ملايين الحجاج من الداخل والخارج. ومؤخرا انتشرت تغريدة لنايفكو نشرها على حسابه خبر بدء إصدار تصاريح الحج، وكتب بدأ اليوم الأربعاء إصدار تصاريح حجاج الداخل عبر أبشر وموقع وزارة الحج والعمرة، وينتهي التسجيل في 7 ذي الحجة. الباقات المتاحة 1 الباقة الاقتصادية بسعر 4000، 2 باقة مخيمات الضيافة بسعر 8100، 3 باقة المخيمات المطورة بسعر 10400، 4 باقة الأبراج الستة بسعر 13200. طيب جود إيش التعليقات اللي موجودة عندك على هذا الموضوع؟ طيب التعليقات اللي موجودة عندي، سعود الخميس يقول ادعي لي سجلت في حملة ودفعت وخلصت وانتظر التصريح يطلع. ايش اسمه؟ سعود الخميس. سعود الخميس احنا بندعي لك بس توعدنا تدعي لنا لحجت. واحدة بوحدة. واحدة بوحدة. طيب سوسو تقول الله يجزي خير اللي وحد الأسعار، وين من سنوات كانت أسعار الحملات توصل إلى 20000. اي والله ترى فعلا نقطة مهمة، اليوم كل الحملات مضطرين انه يستخدمون نفس الأسعار هذه. وبالتالي صار ما عندك هذا الخوف انه احد يضحك علي او شيء من القبيل. اسعار موحده فعلا. إيه؟ صحيح. والروضه الجنوبيه تقول الله يسر امورهم ويسهل حجهم ويرزقنا حج العام القادم باذنه تعالى، وان شاء الله كالعاده تنظيم مبهر وعظيم. امين. طبعا التنظيم المبهر هذا بلا شك. بلا شك بلا شك. ونركز على الله يرزقنا حج السنه الجايه. امين يا رب. نركز عليه، انا واحده من الناس اللي ابغى حج فان شاء الله السنه الجايه باذن الله. الله يكتب لك. الأخت فاصلة تقول الأخت فاصلة حلو. ونحن ما أجزنا زحمة رمضان والحج في ترم واحد يا لطيف، لسه ما أجزها. هذا لأنها فاصلة، هي صايرة بين جملتين هي زحمة. لو أنها نقطة كان خلاص. صح، لو أنها نقطة نهاية سطر طلع مشكلة. طبعا نحب نأكد كمان المتطوعين اللي يكونون بالحج، يا الله الله يعينهم ويوفقهم يا رب يكون معهم مليون بالمية. كلمة أخيرة تبي تقولينها قبل الفاصل؟ يعني إن شاء الله الله يتقبل منهم ويرزقنا إحنا إن شاء الله حج السنة الجاية. نرجع لكم بعد الفاصل، وبعد قليل فقرة لايك
وديسلايك. متابعينا على اس بي سي، اهلا فيكم من جديد. الحين نروح لفقره لايك وديسلايك. الشخص الجاي يشوف انه ايصال الرسائل في العلن هو اسرع طريقه لحل المشكله. ابويا رسالة ابويا كفايه خلفه، جاب 7 لحد دلوقتي، كل ما ينزل من السعوديه يخلف ويرجع تاني، فكفايه خلفه يا عم. ما انا اللي بربي، انا اللي بربي، انا الكبير. تصويتكم انت لا تعليق. ليش لا تعليق؟ لا في تعليق. إيه؟ في تعليق فعلا. هو مو ملزوم، هو مو مسؤول عن تربيتهم. يعني نقول الاب مغترب وعنده 7 عيال وبحجه انه لقمه العيش والرزق، بس ترى الفلوس مو كل شيء، والاب مو مهمته انه يصرف، في احتياجات، في تربيه، في مسؤول، في يعني عنده مسؤوليه، ولا ناظر للضغوطات الماديه، ناظر للضغوطات النفسيه بعد، مشاعرهم. طيب مشاعر الزوجه ومشاعر الابناء، في حاجه الابن الاكبر صار اب، لقى نفسه اب هو في عمر صغير. رشا انت برضو حاطه لا تعليق، ليش؟ هو صراحه يعني انا لما شفت الفيديو عبد المحسن في ناس كاتبه انه فعلا الاب مو قادر يربي، فعشان كذا الولد طالب كذا بالتلفزيون يتكلم. لا صدقني والله، طيب فعلا مو مسوي، لانه فعلا هو قاعد يربي، ما في اب قاعد يربي، الاب ليترلي مو موجود، وما شاء الله عليه. يعني يقول لك كل طفل رزقه جاي معه، طب اقعد ربيهم. طب ايش المفروض يصير؟ يعني اللي يشتغلون برا بلدهم ويرجعون في الاجازات، جيب لك 2-3 على قدك، ربيهم كويس، حتى الضغوط المادية تكون أقل، النفسية تكون أقل، نفسيتهم تكون كويسة، علمهم كويس، وبعدين يعني إن شاء الله هم إذا كبروا يبرون فيك. بس ما أتوقع يعني إن شاء الله، بس ما أتوقع هذا اللي ربى أخوانه بعدين لأبوه كبر بيقول له إيه أنت كنت معاي مرس، لا أنت ما كنت موجود أصلا. يا ساتر، هو المفروض الفيديو يضحك بس كل الناس أخذت من هذا الباب فعلا. البنات عندهم ميك أب توتوريال لكل مكان وزمان، حتى الحرم. ليلة 27 تعالوا معاي نسوي ميك اب توتوريال الحرم. اول شيء هنا هنا كذا ميك اب الحرم، وليلة 27 كمان. ايش في؟ لا يعني لكل ليلة ميك اب؟ مو منطقي. هي هنا كانت راجعة من العم. يعني احنا لما نرجع يا الله اصلا بدور السرير من التعب اللي تعبته، مش منطقي حبيبتي والله. مره انا قلت في بداية المقطع يمكن بس يعني روتين اهتمام ببشرة، لا في لا 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 في مكياج، في مسكرة على القد وحواجب وكذا يعني. بس ترى مو كلنا كذا عشان لا تشوه صورتنا، مو الكل كذا. ايوه بس اول كان في مكياج عزها، الحين طلع مكياج حرم. أيه؟ مو لهالدرجة، وين بنوصل؟ مكياج قبر والله. تعليقك طيب، مشاهدات، بحث عن المشاهدات، بحث عن المشاهدات فعلا، لكن يعني انت في مكان عبادة وخشوع وصلوات وزحمة وحر، ما انت رايحة غبقة بنت خالتك يعني في رمضان. والله ورمضان يعني رمضان هذا هو. مليون بالمئة. طيب نختم الحلقة، وصلنا لنهاية حلقة الليلة، لقائنا فيكم بكرة يتجدد على قناة اس بي سي بحلقة ومواضيع جديدة. لا تنسون تتفاعلون معنا، تابعوا تفاصيل أكثر من المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. في أمان الله.